نضحك، ما احنا لما كناش هنضحك هنضحك. لا اكتر مره فرحت فيها لما ابني جاب لي الحفيده الصغيره. طبعا المكسب، لو كسبت مثلا في اليوم مثلا 50 60 جنيه ببص من ايدي لوش الله. لما تبقى مثلا عايش ومستقر ومفيش مشاكل عندك وكده تبقى انت مبسوط. اكتر مره فرحت فيها بعد ما جوزنا اختي وسطرناها. اكتر مره فرحت فيها لما طلعت العمره، احلى فرحه في حياتي. لما جالي جلطه في القلب كنت سعيد جدا ان ربنا ابتلاني بالجلطه، لان ربنا من عليا بحاجات كتيره جميله جدا انا ما عرفتهاش الا لما جالي الجلطه. انا باكل القطط لما اخذ والكلاب ببقى فرحانه جدا لانها هتنفعني لما اموت في الاخره. يوم العيد مثلا او مثلا مناسبه سعيده حاجه تفرحك انت تفرح بيها يعني. فرحتي دايما ما انا بقول لك ان هو احساس داخلي بالي رايق خلاص بقى، هي دي الفرحه بتاعتي يعني. طول ما في رضا وفي اخلاص يبقى في سعاده، صح ولا لا؟